رجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، ويمكن قلت في بداية الحلقة ان احنا هنتكلم او فقرتنا هتكون عن فئة مهمة جدا من الشعب المصري، وهي فئة الاطفال اللي هم جيل المستقبل. عشان كده هنتكلم عن المراكز الاستكشافية، ويعني ايه اصلا مراكز استكشافية ودورها كمان في المجتمع. فعشان كده معانا دكتور عبير العراقي، وهي مدير عام المراكز الاستكشافية وسفيرة الاتحاد العالمي لحماية الاطفال. صباح الخير يا فندم. صباح النور. خلينا في البداية نتكلم عن يعني ايه مراكز استكشافية. المراكز الاستكشافية هي وحدة من وحدات وزارة التربية والتعليم، مهتمة باكتشاف ورعاية الأطفال الموهوبين والمبتكرين في كل المجالات. بتقدم لهم برامج توجيهية لأفكارهم، لو عندهم أفكار إبداعية بتكتشف البرامج دي وتعمل لها إعادة توجيه مرة تانية وإدارة من خلال القراءة، من خلال زيارات المراكز البحثية، من خلال زيارات للجامعة. بتقدم لهم برامج بشكل يقدر الطفل يعرف موهبته فين ويقدر ان هو ينميها. بتساعده على اكتشاف موهبته وكمان تنميتها طب لو عايز اعرف يا فندم، المراكز الاستكشافية يعني اماكن تواجدها فين، وفي نفس الوقت عايزه اتكلم اكتر بشكل اعمق، هي بتقدم ايه لاولادنا عشان كمان الساده المشاهدين يستفيدوا، وفي نفس الوقت كمان لان احنا بنتكلم على جيل هو جيل مهم جدا وهو جيل المستقبل. احنا بنقول الجيل الطفوله او مجموعه الاطفال اللي هم القبل الجامعي، بنقول ان دول البذره اللي احنا المفروض بنعتني فيها الفتره الجايه، لانه بذره اذا نمت بشكل صحيح فالشجره هيبقى ثمارها متميز يعني. المراكز الاستكشافيه موجوده على مستوى الجمهوريه كلها، في كل محافظه في مركز، وفي بعض المحافظات فيها اكثر من مركز. اذا هي قريبه لكل طفل في مصر ان هو يقدر ينتمي ليها. الدخول المراكز الاستكشافيه مجاني تبع وزاره التربيه والتعليم. في معايير معينه لاختيار الاطفال؟ هي باب المركز الاستكشافي مفتوح لكل اطفال مصر، يعني كل اطفال مصر. فيها صفوه المعلمين، يعني اللي بيدير المراكز الاستكشافيه هي مجموعه من المعلمين المتميزين المبدعين اللي بيأدوا برامج هي موجوده في التربية والتعليم، ولكن بيقدوها بشكل مختلف. لو قدم برنامج عن الأوفيس أو الكمبيوتر فهو بيقدمه في شكل مشروع، يعني الطفل هنا بيتبنى مشروع إعادة تدوير القمامة، تصنيع. المركز الاستكشافي بيعملوا تواصل حتى مع المصانع، إزاي بيتم ده؟ فالطفل بياخد الفكره بتاعت المشروع ويقدر يعرضها في برزنتيشن باستخدام الاوفيس، فهنا استخدم التكنولوجيا مع واقع المشروع اللي هو ظري. طب سؤالي يا فندم، المراكز الاستكشافيه دي موجوده طول ايام السنه؟ مفتوحه يعني موجوده في الصيف؟ مفتوحه طول ايام السنه. في الصيف بيبقى فعاليتها بقوه كبيره، في وقت الدراسه برضو هي بتقدم زي زيارات للاطفال للنادي العلمي او النادي التكنولوجي، بتعمل مسابقات بين الولاد، فبتدي لهم نوع من الحياه والانشطه العمليه، بتعمل لهم التجارب العمليه اللي ممكن تكون مش مكتمله داخل معامل المدارس، بتعملها بشكل بسيط. عشان كده انا معلش يا فندم انا بقاطع حضرتك، بس انا كان فعلا سؤالي اللي جاي، واكيد الساده المشاهدين ممكن يسالوه والامهات كمان او الاباء، يعني فكره ايه الفرق ما بينه وما بين المدرسه؟ فرق كبير، لان انا بقدم للطفل كل البرامج اللي ممكن تنمي موهبته بعد اكتشافها. يعني لو لقيت عنده ميول في مجال الهندسه فانا بديله برامج هندسيه بحيث ان اقوي في النقطه دي. عايزين نغير ان الطفل يدخل الجامعه بالمجموع، لكن لا، هو من البدايه من مرحله نموه عارف هو مجاله ايه وهيدي في ايه، فهو داخل في ايه صحيح. فهيدخل المجال ده، فهنا بيبقى حطينا على اول طريق ابداعه. كتير ولاد عندنا تميزوا، يعني يمكن كان في عندنا طلاب في المرحله الاعداديه كان كل فكره اولياء امورهم عندهم انهم داخلين مجال الطب، لان الاولاد متميزين دراسيا. لكن لما اشتغلوا معنا في المركز الاستكشافي تميزوا في مجال الهندسه، فقعدنا مع اولياء الامور قلنا لهم انت عايزه طبيب عادي ولا مهندس مبدع؟ لا، هو عايزه مهندس مبدع عشان يقدر يكون متميز في مجاله. لكن انا احطه في مكان مش بتاعه او مش متوافق مع ابداعه، فانا كده خليته حد عادي. لكن لو دخل المجال اللي هو موهبته فيه كبيره فهو هيبقى حد مبدع او يبقى مهندس مبدع. دكتوره عبير، حضرتك اكيد بتقابلي مع اباء كتير وامهات كمان، وفكره ان حضرتك مراكز استكشافيه وفي نفس الوقت اكيد على درايه بالمدارس ومشاكل الاطفال. لو حضرتك عندك نقدر نقول افكار لتطوير التعليم بالنسبه لهذا الجيل بالذات اللي هو زي ما حضرتك ذكرتي هو البذره اللي احنا بنحطها عشان هو ده الجيل المستقبل، فاكيد حضرتك لمست ان في بعض المشاكل اللي موجوده في التعليم او في بعض يمكن ملاجئ محتاجه تطوير او تطوير العقول نفسها. يعني
في المراكز الاستكشافيه احنا يمكن كل اللي عانت منه المدرسه من عدم حضور الطلاب، من ملل الولاد انهم يقعدوا داخل الفصل، من عدم التواصل ما بين الطالب والمعلم، كل المشاكل دي اتعالجت في المراكز الاستكشافيه. يعني حضرتك عندنا لمستيها؟ طالب، انا قصدي ان ايوه يعني ده لمسته ده وشفته داخل المدرسه، لكن انا في المراكز طب معلش الاستكشافيه انا عايزه ارجع مره ثانيه عشان حضرتك بس ذكرتيهم بسرعه. النقط اللي حضرتك لمستيها ان غياب الطفل عن المدرسه، غياب الطفل مش عن حابب ان المدرسه، هو يروح، لو حضر حتى في المدرسه مش حابب انه يقعد في الفصل، عايز يتحرك كتير داخل المدرسه لانه مش لاقي في الفصل اللي هو يشده، مش حاسس انه مستفيد من المدرسه، توصيل المعلومه نفسها كمان مش حاسس ان الطفل ان في تواصل ما بينه وبين المعلم، حاسس ان المعلم تلقيني شويه، والطفل النهارده تكنولوجيا عارض حياته، فلازم يكون في سد الفجوه دي بين المعلم وبين الطالب تكنولوجيا، المفروض في حاجه تجمعهم، وده يمكن من احد مشاريع المراكز الاستكشافيه اللي هي المعامل الافتراضيه. ازاي الطفل يدخل من لينك على الانترنت فيجري التجربه الخاصه بالدرس بتاعه، فهنا دخل واجرى التجربه بشكل اونلاين، وكمان خطى مرحله الخطوره، يعني مفيش تسرب غاز ممكن يأذيه، مفيش كسر اجزاء من الجهاز ممكن تأذيه، وتواصل هو المعلم بتاعه لانه بيرشده ازاي بيتعامل مع المعمل الافتراضي، ازاي ان هو بيأدي جوه التجربه يعني. طيب حضرتك بما لمست المشاكل دي كلها، يعني لو حضرتك عندك افكار لتطوير التعليم بالذات لهذا السن المهم جدا. من الحاجات الجميله اللي تبنيناها في المراكز الاستكشافيه وجابت نتيجه جميله من الطلاب، عايزه اقول النتيجه الاول لان دي هترضي كل اب وام وهتساعدهم. الطفل فعلا حس باعتماد على نفسه، بقى عنده منهجيه لحل المشكلات، ما عادش ملول، يعني بيقدر ان هو يقرا كتب لفترات طويله، عنده تقبل الراي الاخر. الحاجات دي لقيناها من خلال برنامج طبقناه اسمه منهجيه البحث العلمي، ازاي الطفل يفكر، ازاي يكتشف نفسه، ازاي يدير نقطه الابداع اللي فيه بنفسه، ازاي مع نستغل نقطه ابداعه ان هو حابب الهندسه او حابب الطب، فيعرف مجال الطب فترات طويله وهو حابب، لانه تبني قضيه علاج مرض معين او الوقايه من مرض معين، ان له قضيه خاصه بيه متبنيها فسعيد بيها وشعر بالثقه يعني. بالنفس. تارجت عنده تارجت. خلينا نقول يا فندم، ما هو فعلا انا يعني كلام حضرتك مهم جدا، طب ليه ما ينفعش يتم تطبيق هذا المشروع في المدارس كمان؟ المفروض ده يتم لان منهجيه البحث العلمي تعتبر مرتبطه بالدراسه، المفروض ان انا وانا بادي الطفل واديه المنهج، المفروض انه يختار احد الموضوعات وياخدها كنشاط، لان احنا بنوجه الطفل انه ياخد انشطه مصاحبه للمناهج الدراسيه، ما عندوش غير المجالات محدده ومفتوحه، ما فيش حد بيوجهه انت ازاي تختار المجال بتاعك، ادخل فني او زراعي او جامعه العلوم، لكن مش عارف يدخل يعمل ايه، هو داخل يعمل ايه؟ هيتشرح له ماده علوم المره الثانيه زي الفصل بالظبط؟ لا، احنا عايزين نقول منهجيه بحث علمي مرتبطه او مشروعات بحث علمي مرتبطه بالمناهج، بحيث ان الطفل خلال السنه بيختار احد الموضوعات بجانب دراسته ويقوم بانه يعمل فيها مهارات بحث علمي او يعمل فيها بحث، فاصبح هنا في حاجه ربطه بالمدرسه، لان كل ما بيخلص جزء من البحث بيرجع للمرشد بتاعه المعلم بتاعه، بيشارك في مسابقات زي انتل معرض علوم الهندسه، زي اي سويب، زي انيبو في تركيا، عنده مجموعه مسابقات ممكن يدخل فيها ويحقق ذاته. فمهارات البحث العلمي لو ارتبطت بالمنهج الدراسي الطفل حاسس ان هو مشدود للمنهج بتاعه. طب حجم المشاركه يا فندم قد ايه؟ يعني حجم المشاركة من الأطفال في المراكز الاستكشافية عامة على مستوى الجمهورية؟ هنقول حجم التواجد مش كتير، لأن المراكز الاستكشافية يمكن ما عندهاش الميزانية الكافية للإعلام إنها توصل لكل طفل، لكن بنحاول نتحرك خلال المدارس، لكن ما فيش طفل دخل المراكز الاستكشافية ما حققش نفسه، دي حقيقة. ما فيش طفل دخل المراكز الاستكشافية ما حققش نفسه وحس بذاته، منهم طلاب حاليا تحت رعاية جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، رغم إن سنهم لسه أولى وثانية ثانوي. طب حضرتك شايفة إن حجم الاشتراك اللي حضرتك بتقولي عليه ان هو قليل، ده راجع لايه؟ يمكن عايزين دعم اكتر، بس ميزانيه للاعلام، يعني محتاجين الاعلام شويه يتفاعل مع المراكز الاستكشافيه. الاعلام؟ ايوه محتاجين طلابنا المتميزين يكونوا. لا احنا طبعا فكره ان احنا نلقي الضوء على طبعا ناس متفوقه، ده اكيد شرف لينا كلنا، بس الفكره نفسها اكيد حضرتك برضو محتاجه دعم، معرفش من وزاره التربيه والتعليم ولا يعني اكيد في. هو البدايه الدعم لازم يكون من وزاره التربيه والتعليم، لان المراكز الاستكشافيه تتبع وزاره التربيه والتعليم، لازم يكون الدعم منها، يعني التواصل مع المراكز. هل الدعم كمان دعم مادي ولا دعم في مدرسين ولا دعم في يعني في كل الاتجاهات؟ في كل الاتجاهات، يعني احنا عندنا مثلا احد المدرسين
في احد المراكز الاستكشافيه حابب ان هو لقى ان مكانه في المركز الاستكشافي لانه بيشتغل في ماده الرياضات بشكل ابداعي. لما طلب ده اقنعه التوجيه ان هو يخش التوجيه ما يخش المراكز الاستكشافيه، حطه جوه قالب معين برده يعني هو عايز لا ينطلق من خلال المركز الاستكشافي. فاحنا محتاجين دعم مدرسين ودعم لا فكرت بقى في حاجه دلوقتي حضرتك لفتت نظري ليها، يعني فكره ان هو بيبدع وده هو مش لاقيه في المناهج العاديه، بس ففكره حتى كمان وده هترجعنا للنقطه الاولانيه خالص، هي فكره التلقين في المدارس. ففكره ان هو يبقى عنده الابداع في ان هو ينطلق وان هو يعرف يوصل معلومته، ليه ده مش موجود في المدارس؟ مش عايزه اقول لحضرتك لما مدرس حب ان هو يحدد الدرس بشكل برزنتيشن ده تكنولوجيا، يعني لازم يتعامل مع تكنولوجيا، رفضوا التوجيه يعني عايزين لا هو عايز يخرج من القالب اللي هو محطوط فيه المعلم ويبقى توجهه في المراكز الاستكشافيه بحيث انه يحقق ذاته ويحقق نفسه مع الطالب يعني. وبعدين وجود المعلم دي لازم تتحل، لازم تتحل. فدي عايزه رعايه وزاره التربيه والتعليم للمراكز الاستكشافيه في حيث انها تدي فرصه لكل معلم انه يتواجد في المركز الاستكشافي او يخرج ابداعه. وازاي كمان احنا يمكن عملنا مسابقه قريب اسمها المعلم الماسي، ازاي تبقى معلم مبدع في فصلك؟ احنا ما بنفصلش على الفصل بالظبط، ازاي تبقى مبدع في فصلك وازاي ان انت تدينا ده على شكل فيديو مع الطالب. احنا الفيديو ده هيدخل تحكيم من دكاتره الجامعه ومعلمين واولاد هو طالب. بعد ما يدخل تحكيم ونختار مجموعه من المعلمين تميزوا في المجال ده، هنعمل ده عباره عن فيديوهات لكل المنهج فتبقى متوفره على القناه، فيمكن كده الطفل ما يحتاجش درس خصوصي ويرجع للقناه بتاعتنا ان هو يتابع الفيديوهات دي للدروس اللي هو مش فاهمها. صحيح. وهي معروضه بشكل مميز يعني. لا وفكره يا فندم فعلا الدورات التدريبيه للمعلمين بالظبط لانها مهمه جدا، فكره زي ما حضرتك ذكرتي التطوير والتكنولوجي وفي نفس الوقت كمان الطرق الابداعيه لتوصيل المعلومه. يعني الطفل في الوقت ده بيبقى يعني الطفل اول ما بيتولد بيبقى ذكي جدا يعني، وفي نفس الوقت فكره ان انت ازاي توصل المعلومه بطريقه مبدعه عشان هو كمان يقدر ان هو يبدع. احنا عندنا بنشتكي من الطفل دايما ان حركته كتير فعامل مشكله في البيت، لا في المركز الاستكشافي احنا بنحول الطاقه الحركيه لطاقه ذهنيه. ازاي نوظف جزء من الطاقه الحركيه بتاعته في تفكير، فده توجيه للافكار بتاعت الاطفال. فهنا المشكله هتتحل بالنسبه لحركه الطفل الكتيره وتتوظف كمان، يعني هو يلاقي نفسه في المجال ده. بالنسبه لدورات تدريبيه للمعلمين المراكز الاستكشافيه مفتوحه في كل انواع الدورات، يعني بندي دورات كمبيوتر انجليزي ولكن بشكل مختلف بشكل ابداعي يتوافق مع المعلم. مفيش معلم اتصل بالمراكز الاستكشافيه لو اصبح معلم تكنولوجي، ما عادش في فجوه ما بينه وبين الطلاب. فالمراكز الاستكشافيه مش بتعمل من اجل الطالب بس، يعني هي مفتوحه كمان لكل المعلمين. من حقه انه يخش المركز الاستكشافي في اوقات اللي هو مش مشغول فيها في المدرسه وياخد دورات تدريبيه يتعلم منه، ودي مجانيه مفتوحه مجانيه في المركز الاستكشافيه. طبعا يا فندم. وكمان يمكن المراكز الاستكشافيه يا فندم يعني فكره ان هي تكون مفتوحه طوال ايام السنه دي حاجه مهمه جدا، لان دايما بنلاقي الاهالي بيجوا في وقت الصيف مش عارفين الولاد يعملوا ايه، عايزين ان هم يستغلوا وقتهم بطريقه علميه وصحيحه وان هو ينمي قدراته ويكتشف ذاته وفي نفس الوقت يكون عنده موهبه حتى ينميها عشان يبعد عن اي حاجه تانية. وده اللي احنا بنتكلم عليه على فكره التطرف وفكره التطرف في الافكار وفكره الغماس في جامعات اخرى او كذا او كذا، بس الفكره نفسها ان دي موجوده طول فتره الصيف ومفتوحه. المركز الاستكشافي كمان عالج النقطه دي لانه علم الطفل ازاي يفكر، ازاي يتقبل راي اخر، فما ينفعش انه سهل التاثير عليه، لا الطفل في المراكز الاستكشافيه اصبح عنده منطق تفكير، عنده انتماء، يعني احنا كمان بنربي فيه الانتماء. لما بتخش مسابقه على مستوى العالم انت بتمثل مصر فلازم تفوز لانك بتمثل مصر، فبنربي فيه حته الانتماء كمان يعني حته الانتماء دي المراكز الاستكشافيه بتربيها داخل الطفل. انا اتمنى طبعا يا فندم ان الدعم يوصل للمراكز الاستكشافيه لانها زي ما حضرتك يمكن ذكرتي هي حاجه مهمه جدا لاجيالنا القادمه وبالذات الاطفال، وفكره انك تكتشف نفسك وتكتشف موهبتك وتنميها في وقت صغير ده متهيألي هيوفر عليك حاجات كتير قوي في المستقبل. انا عايزه اقول لحضرتك بعض كلمات اولياء الامور. اتفضلي. اللي هو ولي الامر اللي هو موجود في بلد عربي بره مصر والمفروض ابنه هيروح له في الصيف يعني. انت ما جيتش ليه؟ لا مش عايز اجي لان مستني الصيف لان هروح المركز استكشافي يعني. ف يعني والده زعلان جدا ان هو ما سافرلوش في اجازه الصيف لان الولد فضل وجوده في مركز استكشافي انه يسافر لوالده. البنات مثلا لما كنا في رايحين رحله مع اولياء امهم ايه الانشطه كمان يا فندم؟ عندنا حاجات كتير جدا. عندنا برامج خاصه بالكمبيوتر، عندنا برامج خاصه بمهارات البحث العلمي، عندنا مهارات خاصه باصنع لعبتك بنفسك، الطفل بيعمل لعبه بايديه من العابه المكسره فبتبقى عزيزه عليه جدا لان هو اللي كونها بايديه وعارف ازاي يوصل الدوائر الكهربائيه وعارف ازاي ان هو يطور منها. لعبه قوه الاعصاب
الاعصاب مثلا، اصل اصحابي جابوا فيها تارجت عالي فانا محتاجه اغير الشكل شويه عشان تبقى اصعب، واعملها مراحل واحسب زمن وتيجي يسجل لاصحابه، واللعبه دي من صنع دي، فاصبح عنده مهاره يدويه، اصبح عنده تفكير ازاي يطور منها، اصبح عنده ان هو يعني ايه حاسس بثقه بالنفس ان هو بيعمل حاجه بتلفت نظر اصحابه ليه. صحيح. طيب حضرتك كمان منصبك كسفيره للاتحاد العالمي لحمايه الطفوله، ازاي نقدر نحمي اطفالنا بالذات اطفالنا المتواجدين في الشوارع؟ أنا عشان ما بحبش كلمه اطفال شوارع. عايزه اقول لا، هي انا بسميها اطفال بلا مأوى، يعني كلمه اطفال شوارع دي بتزعلني، وانا كمان، لان ما فيش طفل شارع. هو الطفل اللي موجود في الشارع اما طفل يتيم مش لاقي نفسه في دار الايتام، اما ان هو طفل من خارج من اسره مش لاقي نفسه في اسرته. فهم دول نوعيتين موجود لهم مسمى، لكن انا بسميه طفل بلا مأوى، مش لاقي المأوى اللي هو يتجاوب معاه ويندمج فيه. اطفالنا في مصر ملهاش مكان، انا شايفه كده، بدليل ان مفيش وزاره منوطه برعايه وحمايه حقوق الاطفال. ما عنديش وزاره، لو سالت السؤال ده مش هلاقي حد يجاوبني، ايه اللي مسؤول عن رعايه وحمايه حقوق الاطفال؟ من مراكز الامومه والطفوله وال... برضه امومه وطفوله في ذهن الناس ان هو الطفل اللي عمره سنه اللي هو محتاج رعايه تغذيه ولبن لا الاطفال فعلا بجد في مصر مش لاقي الكيان اللي يحتويهم، يعني وليتحدث باسمهم كمان. زمان عندي وزاره شباب وشباب ورياضه، انا محتاجه وزاره لرعايه وحقوق الاطفال، لازم طبعاً. دول النكته او دول البذره، البذره لو طلعت صحيحه فانا هاجد شباب صالح، يعني يعني ما يعني لازم الرعايه للنبته من اولها اخدها من اولها، مش هاجي بس اتكلم عن مرحله الشباب وبس. لا، الاطفال لو اترعت في مصر بشكل كويس انا مش هعاني من شباب بيتوجه في اتجاهات معينه، او ان الشباب مش لاقي نفسه، او بطاله. لا، انا عايزه ابتدي الرعايه من بدري شويه. هو فعلا ليه ما عندناش قوانين صارمه لمعالجه هذا الامر بالذات؟ يعني لان ما فيش وزاره تعتني بحاجه زي كده، انا ما لقيتش، انا دورت كتير على فكره. يعني انا بحب اتكلم مع حد اروح لمين يعني؟ والله يعني مين بيرعى الاطفال؟ يمكن كان في حادث قريب وانا كنت حزينه جدا من الحادث ده، ان وجد طفل في قمامه اتعامل بقسوه، يعني ان هو قتل بقسوه كمان. شيء فعلا اهدار حق الاطفال في مصر. يعني مواجهه كمان العنف ضد الاطفال ده كمان مش موجود، ما فيش وزاره للاطفال. ده فعلا ان احنا محتاجين محتاجين حاجه تختص برعايه وحمايه حق الطفل. صحيح. طب حضرتك يا فندم كسفير الاتحاد العالمي لحمايه الطفوله، لو طبقنا معايير معينه او حضرتك بتحيي، انا عارفه ان طبعا زي ما حضرتك ذكرتي مفيش وزارات او مفيش جهه معنيه لواحد مهتمه بالطفوله، ويمكن ما اعرفش يعني، بس لو حضرتك في معايير معينه او في حاجات حضرتك تحب ان تتطبق هنا في مصر، او قوانين صارمه ضد العنف ضد الاطفال او لحمايه الاطفال بلا مأوى، يعني لو حضرتك بقيت في منصب. مشاكل الاطفال في مصر كثيره جدا، تبتدي من طفل بلا مأوى اللي هو موجود في الشارع مش لاقي عنايه والرعايه، بالعكس بيتعامل بعنف وبيرجع بعد كده يخزن العنف ده جواه ويرجع يعيده على المجتمع مره ثانيه. يعني هي سلبيات مخزنه في نفسيه الطفل وبترجع تعاد مره ثانيه، الطفل مرآه. كمان عندنا اطفال العماله، عماله الاطفال، ان الطفل في سن صغير وبتدي يشتغل اعمال ثقيله، فهيئه جسمه وعظامه بتتشكل بشكل غلط، فاصبح عندي طفل معاق لفترات طويله، اصبح عابع على المجتمع، مش افاده ليه. الاطفال طاقه محتاجه تتوجه صح عشان انا فعلا اقدر اعمل اقتصاد من خلالهم صح، وهم في مرحله الشباب. لا، وذوي الاحتياجات الخاصه كمان يا فندم. وذوي الاحتياجات الخاصه احنا بنرعى ده على فكره في مراكز استكشافيه. ذوي الاحتياجات الخاصه عندنا 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 فصل اسمه متلازمه الابداع، عندنا ناس متخصصه في المجال ده كتير جدا. عندنا معالج التوحد. الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه جزء كبير من المراكز الاستكشافيه، لدرجه ان اتصل بينا اللي هم نقابه الاقزام ومحتاجين يبقوا معانا، قلت لهم اهلا بيكم المكان بتاعكم. ففعلا يعني المركز الاستكشافي هو ملتقى الاطفال في كل حالاتهم يعني. طب معلش يا فندم، عايزه ارجع مره تانية للمشاكل اللي بتواجه اطفال مصر. لو اتكلمنا على اطفال بلا مأوى وكمان اتكلمنا على العنف ضد الاطفال، لو ايه المشاكل حضرتك شايفه كمان بتواجه الطفل المصري؟ هو انا شايفه الطفل المصري مشاكله كتير. يمكن احنا الطفل بالنسبه للايتام، يعني يمكن انا عالجت مجموعه من تابعت مجموعه من الايتام، بيخرج 18 سنه من دار الايتام، اتقفل عليه فترات طويله، ما عملوش نوع من دمج في المجتمع، بيخرج تايه لانه انتهت كده مرحله وجوده في دار الايتام 18 سنه. دفتر بمبلغ موجود في الصغير في الدفتر بتاعه، ما بيعرفش يتعامل مع المجتمع، ما تعملوش تاهيل للتعامل مع المجتمع، شويه بيبقى تحت السلم، يصرف الفلوس، اصبح ما عندوش دخل، اصبح مشرد.
فدي كانت مشكله ان زي الطفل في دار الايتام يتعمل له دمج في المجتمع، يعني قبل ما يبتدي يخرج للمجتمع يتعمل له دمج، يؤهل يديله وظيفه او مهنه بعد ما يخرج. صحيح. ما تديلوش في ايديه مبلغ وبعد كده اسيبه مش عارف يعمل ايه. يعني انا ما اعرفش يا فندم، انا كمان ضد فكره لما بيتكلموا على فكره ان يبقى في مدينه لذوي الاحتياجات الخاصه. انا مش عارف مدينه، الفكره نفسها ان لازم يكون هو مندمج معانا في المجتمع. صحيح. في المجتمع ده حقيقي. بالظبط. يعني الواحد لازم نتقبله ولازم يكون له نسبه في تواجده. بالظبط. وكان عندي مشكله البنت جانا في رياض الاطفال اللي هي عندها متلازمه داون والمدرسه رافضه انها تدخلها. ليه؟ لان اولياء الامور، لان مدرسه خاصه دي اقرب حاجه للبيت عندها، والمفروض انهم مش عايزين يدخلوها لان اولياء الامور رافضه. لا هم متخيلين ان حاجه فيها عدوى او في حاجه لاطفالهم. يعني البنت هاديه جدا، البنت بدات تعمل تارجت كويس لان والدتها نفسها دربت على التعامل مع متلازمه داون. فالمفروض انها دي طاقه، المفروض ان انا اخلي والدتها تزور المدرسه اكتر من مره، ان اتعامل مع اطفال اللي موجوده. فكره بقى ان انا اعزلهم تماما وفي مدينه لوحدهم ومبقوش مندمجين في المجتمع، ده متهيألي قمه القسوه. في متلازمه داون عندي كمان امل اتخرجت من سياحه وفنادق، امل عازفه للبيانو بشكل جميل جدا. فهم رائعين، يعني هم رائعين، هم طاقه يستغلوا في الاتجاه ده. يعني لا وطاقه طبعا، وطاقه ابداعيه وطاقه. بالظبط يا فندم. توظيف الطفل في مصر فعلا هيعمل عائد كبير قوي في الاقتصاد المصري، ده حقيقه. لانه فعلا هيخرج منه شاب معتمد على نفسه قادر ان هو ينتج في بلده. يعني انا بس يا فندم لو فكره ان الانعزال عن المجتمع تماما دي متهيألي حاجه مش صحيه خالص لاي طفل. زي ما حضرتك يمكن ذكرتي انه بيخرج تايه وطاقه وطاقه في مدرج، في الاخر ما ممكن يروح لاي سكه تانية زي ما يعني. ده حقيقه، ده حقيقه. اطفالنا كلها لو ما اندمجتش في المجتمع بشكل صحيح واستغلت طاقتها بتدور على طرق تانية غصب عنها ولو سلبيه عشان تثبت وجودها انها موجوده. يعني زي الطفل العنيد في الاسره لو ما لقاش حد يمتص طاقته فبالتالي بيواجهها بشكل سلبي. طب والاتجار كمان بالاطفال يا فندم، يعني فكره الاتجار بالاطفال هل في برضو قوانين صارمه وحتى كمان انا كنت سمعت فتره كده بس فكره ان الاطفال بيشتغلوا وهم في سن صغير جدا. واتجار باجزاء من جسم الطفل، حاجات كتير على فكره. مفيش حد بيدور على الاطفال في مصر او حقوقهم فين او انه ازاي يرعاهم او ازاي ان هو يكون على الاقل جنبهم في بعض مشاكلهم. يعني مفيش حد مرغوب ده في مصر. انا دورت، يعني انا زرت وزارات واتقابلت مع ناس جوه الوزارات دي. الطفل فين؟ فهو لا بيتعامل مع سن الشباب بس، لكن ما فيش وزاره بتهتم بالطفل اهتمام كامل. يعني حتى في وزاره التربيه والتعليم هو مهتم بالعمليه التعليميه، لكن في الجزء النفسي، الجزء الاجتماعي، الجزء التوظيفي في المجتمع ما فيش حد منوط بده في مصر. فده يهدر طاقه كبيره قوي محتاجين ان احنا نراها في مصر. صحيح. موضوع محزن جدا. طب يا فندم لو اخيرا لو هتكلم على المراكز الاستكشافيه مره اخرى، هل تحب تضيف اي حاجه؟ ان شاء الله باذن الله المراكز الاستكشافيه يمكن ما كانتش واصله للناس عشان عدم وجود اعلام، لكن الفتره اللي جايه مع التواصل مع الاعلام، مع وجود خطه منظمه للمراكز الاستكشافيه بهيكل واحد، هنسمع المراكز الاستكشافيه كل خير الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله. طب وهل في اي صفحات ليكم على فيسبوك او اي حاجه لو حد عايز يوصل لكم؟ الصفحه الرسميه للمراكز والمدن الاستكشافيه دي موجوده على الفيسبوك. دكتورة عبير العراقي مدير عام المراكز الاستكشافية وسفير الاتحاد العالمي لحماية الطفولة، بشكرك جدا يا فندم. بشكر حضرتك. وطبعا احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك ان احنا محتاجين يكون في وزارة معنية بأمور الطفل المصري، لانه زي ما حضرتك ذكرتي هو النبتة للمستقبل. وطبعا غير كده كمان يكون في قوانين صارمة لحماية الطفولة والأطفال. هتبقى منوطة الوزارة ده ان شاء الله، وحد حابب مجال الطفولة يعني الاطفال محتاجه حد فعلا ان هو يراها بشكل كبير عشان يستغلها في انتاج البلد. صحيح. شكرا يا فندم. اشكرك واتمنى لك نهار سعيد. فاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا، فخليكم معانا.